والله الحمد لله يا رب، ان شاء الله ربي ينصرنا وينصر قايدنا وينصر جيشنا، والحمد لله احنا في خير الحمد لله. نبوا الليل هنا بس، لا الحمد لله يا ربي، هم حاجه الصحه والهنا. الحمد لله يا ربي عايشين كويسين، لا امورنا تمام الحمد لله. الحمد لله نتدهور ونتسوق ونغدون، الحمد لله عايشين الحمد لله يا رب. ان شاء الله ربي ينصر قايدنا وينصر جيشنا. مية مية الحمد لله تمام. لا الحمد لله تمام والله، الحمد لله على كل شيء اللي يقولوا ما فيش، والسوق فاضي وأيوة متوفرة والأمور مسد. الحمد لله كلها حركة عادية زي الأول زي الثاني، يعني أمورنا كلها مليحة الحمد لله. الله ومعمر وليبيا وبس. لا الحمد لله، الحمد لله أمورنا تمام، نجو نتسوق وما الحقيقة ما ينقصنا شيء، والأمور مية مية إن شاء الله، أمور مية مية. وحتى الفترة اللي فاتت وين الدولة دارت تخفيض في الأسعار، لكن حتى في السلع التموينية، لكن بصدق المواطن مساهم في مشاكل الأسعار. تول جابوا العصاير، جابوا الحليب، الشيء اللي يجيبوه من زحمة الناس ومشاكل، وهذا بيضرب هذا، يعني نحرم احنا كمواطنين نحرم على نفسنا من الحاجات الرخيصة هذه. فما المكان اللي تمشي فيه تلقى فيه خفض أسعار تلقى فيه مشاكل، منين؟ من المواطن نفسه. وهذه احنا مشكلتنا، لا عرفنا نقولوا الدولة، نقولوا المواطن موجود الحمد لله موجود. موجود. أنا أخذت الدجاج، أخذت ترخيص، أخذت الحليب، أخذت العصير، أخذتها من هنا من السوق، ما شاء الله كل موجود، كلها مية مية. والله السبب روح، حتى إحنا كمواطنين مساهمين راه صدق. والله تو واحد يا أخواننا كان يأخذ حاجة اليومية، معناتها يا سيدي تم ترجع غدوة، لا نبني نخزن، لا وفرت بصدق، لا وفرت ونزلت، لا القرار متاعها طبقاتها صدق. احنا هذا ما بنزايدوا على حد، احنا جينا هنا واخدينا واحد من الناس، انا شريت الحاجات بالسلع اللي قررتها الدولة والحمد لله يا رب. نقصتني نمشي نرجع مرة تانية، لكن كل واحد بيكدس ما بضاعة شهر كامل رمضان ما يصيرش منه، لان شنو انا لما بناخذ اكثر من حاجتي بنحرم غيري، وهذه الانانية اللي موجودة فينا احنا كمواطنين بصدق. وان شاء الله ربنا يفرج علينا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ورانا الصامدين والله وعرفت باذن الله. وشنو احنا كان مثلا بيحاصرونا بنجوع، وبالعكس احنا اللي كليبيين، تعال لي بالكلمه الحلوه نقتنع بالكلام، لكن تلويلي دراعي والله ما يصير منا الاخبار. فهمت؟ وما فيش حد يلوي لنا دراعنا راه، والله صامدين باذن الله، كان ناكلوا قليه تشين قليه والله، كان مع خبز وميه. وبصدق لما نقول خبزه وميه والله ما يلوي لي حد دراعي، خبزه وميه ودقيق، الدقيق ندير الروينه ونشربه، ولا حد يلوي لي دراعي ولا يقول لي حصار وما ادراك، ما فيش باذن الله صامدين، يعني يا البلاد ومنصورين باذن الله، يا كانت الشهاده اشرف. واحنا شنو؟ رانا اهل اخره، رانا اهل دنيا، تو جماعه اهل الدنيا هذا تبي تعيش اليوم وتبي تاكل، لكن احنا ناس ندوروا في الاخره، ندوروا في الجنه. يا هذا ما يهمناش، يعني لما نستشهد أنا وأسرتي، هذا أعظم لي، لأن شنو الحياة الدنيا متاع غرور، لكن حياة الآخرة هي حياة البرزخ. وإن شاء الله بإذن الله صامدين ومنتصرين بإذن الله، صامدين إن شاء الله، والله وليبيا معمر وبس. بسم الله وبسم الفاتح العظيم، السوق بمنتهى الجميع والبضاعة متواجدة والحمد لله، والله ومعمر وليبيا وبس. الله ومعمر ليبيا وبس. الله ومعمر وليبيا وبس. صباح النور، نهارك سعيد، أهلا بك. الحمد لله بخير تمام، والله الحمد لله، خيار الخير
الحمد لله، الحمد لله بخير الخير. لا تمام الحمد لله، كل شيء متواجد والحمد لله، معناه والسعر في متناول الجميع والحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله بخير. لا الحمد لله، ان شاء الله ربي يدوم علينا النعمة. والله نتمنى ان ربي ان شاء الله ينصرنا في المدة القريبة، وربي ان شاء الله يعجل لنا بالنصر يا رب، وان شاء الله يا ربي يا ربي، وان شاء الله ربي يخلينا معمر القدافي، والله ومعمر وليبيا وبس. الله ومعمر وليبيا وبس، الله ومعمر وليبيا وبس. والله 100% الحركة طبيعية وما في شيء. لا لا 100%، والبضاعة في ازدياد في المخزن بكل يوم، يعني جينا بضاعة جديدة. لا لا 100% الزباين حتى هم يعني تعودوا على النشاط وتعودوا، ما فيها شيء، فهمتني؟ الأمور طيبة والبضاعة فيه تمام الحمد لله. والله الحمد لله ما. والله ايش بنقول لك، ترحموا على شهدائنا اللي ماتوا في زليتن امس، والنصر الناصر والنصر قريب ان شاء الله يا اخوي باذن الله. نور صحاك. والله الحمد لله، والناس متعوده بشهر رمضان زي شهر، والامور ماشيه كيف، الزباين فيه والبضاعه متوفره والخير كاتر ان شاء الله. ونترحم على الشهداء العدوان اللي ماتوا في زليتن، وتحيه خاصه للقوات الجيش الليبي، والله ما عمره ليبيا بس. في سوق الثلاث والله وماشي الامور، وفي هيك يعني ناس تشري وفي حركه واحد، وناني الاخ القائد والشعب الليبي الصامت، والله ما عمره ليبيا بس، وان شاء الله صامدين. الحمد لله في سوق الثلاث عشان المجمع، والله تمام السوق الخير متوفر وكل شيء موجود، ان شاء الله ربي يدوم على النعمه. والله 100% الحمد لله، اموركم انتم باهيه، الله ينصر معمر ينصر القائد، والله يحفظه ويخليه ويدوم قائد لنا ان شاء الله بالنصر القريب، ان شاء الله ربي يوفر لنا الخير كله، وان شاء الله ينصرنا قائدنا ويحميه ويحفظه، ان شاء الله ربي يهدي الجميع، وان شاء الله الشعب الليبي كله بخير ونعمه ويهديه، ان شاء الله اللي متخلفين يردهم ربي ينصرنا معه، ان شاء الله ربي يدوم، ان شاء الله ينصرنا وينصركم وينصر الشعب الليبي، والله ومعمر ليبيا وبس. الله يسلمك. الحمد لله أنا في سوق البستان، والله الأمور عادية جدا جدا زي ما تشبه، الحمد لله ماشية أمورنا طيبة طيبة جدا جدا، فضل الله وفضل الثورة وفضل معمر قايدنا. حماية المدنيين هذه دوة زايدة، احنا يقصوا فينا ليل ونهار وجعاج وأطفالنا ونساوينا، وحتى يعني معش لا قدرنا، صامدين ومنصورين والله بإذن الله، الله ومعمر وليبيا وبس، احنا مع معمر لآخر دم في قطرة في دمنا، لو كان نموت كلنا. قالوا لي في ثورة، قلت لهم وين؟ قالوا لي بنغازي، قلت لهم ثورة خراب ودمار ما هيش أعمار، دور احتلال تبي تسيطر باسم الثوار، شباب صغار غروا بيهم ما همش كبار، الرد عليكم يا كلاب ما كمش أحرار، صقر بلادي يحميني من صاد النار، معمر حبيبي بعين كبار، الله معمر اللي بيه بس.
صباح الخير، الحال تمام؟ أولا بنقدم تحية لأخ القائد، وبنقدم تعزية للقائد والمواطنين الليبيين اللي استشهدوا ومدينة شهداء زليطن بالأول أمس، ونقول إن شاء الله إحنا منصورين بإذن الله، والقائد منصور، ونتمنى الخير لبلادنا. للبايع يعني احنا بنخدم السوق بستان والامور تمام 100%، احنا بكستانيه وللبايع امور تمام، في حاجه ولا لا؟ ما في حاجه، امور تمام، كل شيء اشبح قدام، كل في حاجات امور تمام، مش عارف اشبح كاسات كله معبيات، لا لا 100% ولا ما في حاجه، وان شاء الله امور تمام ما فيش حاجه. قلت لي الله ومعمر ليبيا بس، واحنا نبي عشان اسم معمر بس، ما نبيش غيره، وان شاء الله شكرا. ماشي اوكي، بارك الله. انا في سوق البستان ان شاء الله، الحمد لله تمام ان شاء الله، الله يسلمك، الحمد لله كويسين والله، السوق الحمد لله والاسعار كويسه والحمد لله، والحركه الحمد لله 100%، ما في شيء الحمد لله، الحمد لله كلهم يشروا الحمد لله، والحركه طبيعيه جدا جدا، لا خايفين من قصب لا خايفين من شيء الحمد لله، وانا حاليا مبضعه ومروحه ان شاء الله. الحمد لله، نقول لك كل سنه هو طيب وان شاء الله ربي ينصر، والله معمر ليبيا وبس، شكرا. نقول الله معمر ليبيا وبس، ان شاء الله ربي ينصر القائد وينصر علي من يعدي، ربي يعلي يحمينا من القصف، يوقفوا علينا الاستعمار هذا، علاش يضربوا فينا احنا اطفال؟ شن نعرفوا شن ذنبنا؟ حرام عليهم هذا كل اللي يديروا فيه، بيشن دمهم يضربوا هكي وخلاص، ما عندهمش حتى احساس، علاش شهر رمضان ما يوقفوش الضرب؟ هذا مش حرام عليهم؟ مفروض يوقفوا الضرب والواحد، حرام عليهم هذا. نقول الله معمر ليبيا بس.